حكم الله يحكمكم. تعال يا ولد يا ولد ولد ولد. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كل عام وأنتم بألف خير ورمضان مبارك عليكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، آمين يا رب العالمين. غدا بإذن الله هو أول أيام شهر رمضان المبارك في العراق والبلدان العربية والإسلامية، وتشهد الأسواق المحلية العراقية موجة جديدة من غلاء الأسعار، خصوصا المواد الغذائية الأساسية التي تدخل ضمن سلة رمضان، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين في ظل إجراءات فرض حظر التجوال وارتفاع سعر صرف الدولار. وسجلت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه مؤخرا ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر قنينة الزيت على سبيل المثال زيت الطعام الواحدة 3000 دينار بعد أن كانت نصف هذا المبلغ، فيما ارتفع سعر كيس الحليب إلى 2500 دينار بعد أن كانت 1500، كما ارتفع سعر الكيلوغرام من مادة السكر إلى 1500 دينار بعد أن كان نصف هذا السعر 750 دينار فقط. كما زادت أسعار البقوليات بجميع أصنافها والأرز ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية والسلع الخدمية الأخرى، كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك والألبان على حد سواء. طبعا على الرغم من توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل نحو أسبوعين، وجه وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة لغاية الآن. وتحدث مواطنون لصحيفة الصباح بأن هذا الارتفاع الذي شهدته الأسواق المحلية يضاف إلى الارتفاع الذي طرأ على أسعار السلع والمواد الغذائية بعد صعود سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وغياب مفردات البطاقة التموينية للأشهر السابقة. أضافوا بأن جائحة كورونا وإجراءات فرض حظر التجوال الكلي والجزئي أفقدت الكثير من المواطنين أعمالهم، خصوصا أصحاب الأجور اليومية إن كان في المطاعم والفنادق وغيرها من الأماكن. وأشاروا إلى أن بعض التجار من ضعاف النفوس احتكروا بعض السلع لرفع أسعارها في الأسواق. من جانبه أوضح النائب عدي حاتم شعلان أبو الجون بأن ارتفاع الأسعار طال سلعا غذائية أساسية أبرزها زيت الطعام، وحمل وزارة التجارة مسؤولية غياب مفردات البطاقة التموينية للأشهر السابقة وتخبطها في التعامل مع الملف الغذائي، والتي كانت سببا في هيمنة التجار على الأسواق بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وألقى باللائمة على الأجهزة الحكومية لتغاضيها عن مراقبة أسعار السوق تحت تسمية السوق الحرة، وبأنها لا تؤدي دورها بمنع زيادة أسعار السلع من قبل التجار. طبعا طالب الجهات الحكومية بتجديد الرقابة على الأسواق المحلية ومساءلة التجار المتورطين بالاحتكار، كون التاجر حينما يكون بعيدا عن المساءلة والعقاب فإنه يرفع ويخفض الأسعار وفقا لرغباته كما قال. من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني عدم وجود سياسة اقتصادية مالية لإدارة هذا الملف في ظل تلك الأزمات، وقال بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا الزيت يعود إلى ارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية كما قال بجميع دول العالم بنسبة 100 إلى 125%، وأهمها كما قال أوكرانيا والأرجنتين وبيلاروسيا التي تعد من البلدان المصدرة الرئيسية لمادة زيت الطعام.
طبعا وهناك معامل تابعة لجهات سياسية وحزبية هي التي تنتج هذا الزيت. ذكر بأن التاجر المسوق يحصل على نسب أرباح كما قال محدودة بين 10 إلى 20% لجميع المنتجات الغذائية، بيد أن المنتج المسوق هو من يقع عليه اللوم كونه قد يحصل على نسب أرباح تبلغ 50 إلى 100%. دعا الجهات الحكومية إلى معاقبة المتلاعبين بقوت الفقير، وعلى الرغم من إعلان وزارة التجارة تشكيل لجان رقابية في بغداد والمحافظات هدفها تقييم أسعار السوق المحلية وإعداد تقارير خاصة عن الأسعار ومقارنتها بالأسعار السابقة قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، بيّن بأن هذه التقارير ترفع إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إلا أن المواطن العراقي لم يشهد أي انخفاض بأسعار المواد الغذائية، بل على العكس ارتفعت الأسعار خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع ارتفاع الأسعار وعجز الحكومة عن ضبط هذه الأسعار، مع العلم أنه رئيس الوزراء كما ذكرنا قبل أسبوعين مصطفى الكاظمي وجه وزارة الداخلية والأمن الوطني بضبط الأسعار ومراقبة ارتفاع هذه الأسعار، ولكن دون جدوى لغاية الآن. باشر رمضان إن شاء الله، كل عام وانتم بخير، وما زالت الأسعار مرتفعة. معنا اتصال أبو ذياب من الفلوجة، تفضل أبو ذياب. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اولا السلام عليكم ورحمه وعليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله بخير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. قناه الرافدين البطله علينا وعليكم، الله يتقبل يا رب. استاذ المقطع اللي طلع بالبدايه، نعم، هذول مو المهندسين؟ هذول متظاهرين اللي جاي يضربوهم بالمي. اي نعم، المهندسين ذولا مو اي من طحف هيك حكومه؟ نعم، اللي يريد يشتغل عمود وطني يحاربونه. نعم، والدولار، الدولار مو 147 وصل 150. نعم، يعني استاذ الله يقبلها. وهاي كله صالح ايران. استاذ اسمع لي بس، اقول اللي بقلبي بس اقول اللي بقلبي، من دن على ابو امريكا بقد ابو ايران، أنا على أبو أمريكا بقد أبو إيران، وإن شاء الله مدوم لهم. وأنا البارحة خابرت دافعت عن قناة الرافدين من حقي، أنا طفل عمر سنة ونص وأعرف قناة الرافدين، وهسه صار الشاب عمر 17 سنة، يجي البارحة هذا يخابر يتجاوز، خابرت ودافعت من حقي. وأقول صحيح الكرامة راحت ويا صدام حسين، بس أنا أقول شعر: إن أردتم الكرامة اذهبوا إلى قناة الرافدين، وإن إن شاء الله موجودة، وإن أردتم الرجال بوجود الخيرين، وإن نعم. أردتم الرجال بموجود كادرها. زين أبو ثياب، أريد أسألك على نعم أبو ثياب، حتى نبقى في صلب الموضوع، أنت برأيك نعم الحكومة قادرة على ضبط نعم الأسعار لو ما قادرة أسعار السلع الغذائية؟ بلا زحمة، متى أقدر أسمعك زين؟ لأن أكو جاي أكو تشويش. هسة تسمعني؟ موضوع الحلقة شنو؟ تسمعني هسة؟ أي أسمعك هسة أستاذي. سألتك، هو إحنا موضوع الحلقة حول استمرار ارتفاع الأسعار، أسعار المواد الغذائية. الحكومة؟ الحكومة معقولة ما تقدر؟ وعن ارتفاع المواد الغذائية تضبط أسعار السلع الغذائية؟ نعم أستاذي، عرفت الموضوع. أستاذ العزيز، الفقير المكرود هو الواجع بيها. الله يساعد الفقير. شهر رمضان المبارك ما ظل يمكن كم ساعة ونطبر شهر رمضان، وأنا أقول الله يساعد الإنسان الفقير، والله لا ينطش الكاظم. الفقير مين يجيب؟ فعدت الدولار صار 150، جوعت الشعب. بس والله مدوم لكم، بس والله مدوم لكم، أهل الجنوب انطوا دم انطوا شهداء. بس والله الكاظمي للطق عزم أهل الجنوب ويقبوله قبة وش حطوك انت. نعم كل السياسيين، وتحية لقناة الرافدين. نعم، ورحم الله الشيخ حرز الظالي شيخ المجاهدين قادي وسيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ذياب من الفلوجة كان معنا. طبعا الحكومة حاولت إلقاء مسؤولية ارتفاع الأسعار على التجار الذين وصفتهم بأصحاب النفوس،
الضعيفة، إلا أن عضو غرفة تجارة بغداد علي الغالبي تحدث إلى صحيفة العربية الجريد وقال بأن الحكومة هي المتسبب الرئيس لموجة الغلاء التي تشهدها أسعار السلع وخصوصا المواد الغذائية، وأوضح بأن رفع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي على الأسعار. تابع بأن النسبة الكبرى من المواد الغذائية تستورد من الخارج بالدولار، ومن المنطقي أن تشهد صعودا بالأسعار مع ارتفاع صرف الدولار، وبين بأن أسعار المواد الرئيسية كزيت الطعام والرز والسكر والطحين سجلت ارتفاعا ملحوظا أرهق المواطنين خصوصا وهم يستعدون لشهر رمضان المبارك. أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر بأن بعض أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 300% ارتفعت الأسعار، رغم بأن الزيادة في سعر صرف الدولار هي 18.5% فقط، واصفا ارتفاع أسعار الغذاء بالمؤلم. أشار إلى أن ارتفاع عبوة لتر واحد من زيت الطعام مثلا من 1250 دينار أقل من دولار واحد إلى 3000 دينار أكثر من دولارين، أوضح بأن الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية. المفروض الحكومة تكون قادرة بغض النظر عن هذه التبريرات. لفت إلى أن كثرة التصريحات التي تتحدث عن إعادة سعر الدولار إلى ما كان عليه ساهمت أيضا في إرباك السوق، وأضاف بأن الأسعار مرتفعة جدا في الأسواق العراقية، وقال نتمنى أن يكون الضمير هو الحاكم، وأكد بأن الحكومة مطالبة بمتابعة أسعار شراء المواد المستوردة ووضع نسبة ربح معقولة عليها. في ديسمبر كانون الأول 2020 ثبتت السلطات الحكومية سعر بيع الدولار للبنوك والشركات الصرافة عند 1450 دينار بدلا من 1190 دينار للدولار الواحد، وبررت في ذلك الوقت وما زالت تبرر ذلك بالعجز في مشروع قانون موازنة 2021. طبعا الموازنة تم إقرارها وأسعار النفط ارتفعت من ذلك الوقت، المفروض يرجع الدولار إلى السعر الطبيعي قبل هذا القرار الصادر من الجهات الحكومية وبالتحديد من البنك المركزي. طبعا في تقرير صحيفة العربي الجديد جاء بعنوان النفط لا يغيث فقراء العراق، وقال وأضافت بأن وحذرت من ثورة جياع. جاء في معنا اتصال قبل ما نعم صلاح من كركوك، تفضل صلاح. صلاح تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم عليك إن شاء الله، كل عام بخير علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذ العزيز عندي مناشدة. تفضل. عندي أستاذ أخي العزيز المختطفين من محافظة كركوك اللي أخذوهم البيشمرقة على محافظة أو على أقليم كردستان اللي أخذوهم ظلما وجور، اللي ظلوا تحت ظلم البيشمرقة وأخذوهم يعني بدون أسباب، حتى اللي عليه سبب إحنا ما نسأل عليه، اللي أخذوهم بدون أسباب وباقين يمهم وحابسينهم سنوات وباقين محارمين أهلهم والحرمان اللي عايشين به سنوات، إلى متى يعني؟ إلى متى تبقى هيك والحكومة اللي ما تنظر في مواضيع انه اكو ناس مظلومة واكو ناس هذا اللي انظلمت كانت بالجيش العراقي من تين الجيش العراقي والحد هاي ساعتها الناس تنتظر وتريد شيء توصل له من اي خبر من اي هذا، وتبقى بالسجون السرية عاد يمهم وماكو اي مناشدة وماكو اي يعني الحكومة ما جت تنظر بهيش موضوع ابدا، يعني الافراج عنهم اللي كان القضايا ارهاب وهذا، فهذا اكيد ما ينسال عنه وينال جزاءه، ولكن اللي راحين ظلمه وباقين لحد الان في السجون. ناشد ونطالب من خلال قناتكم الكريمه. نعم اخي العزيز، نسال الله ان يفرج عن جميع الابرياء. صلاح من كركوك كان معنا. ابو محمد من بغداد، ابو محمد تفضل، كل عام وانت بخير، رمضان كريم عليك. أبو محمد تسمعني؟ أبو محمد نعم،
يبدو أن فقدنا اتصال مع أبو محمد من بغداد. نرجع إلى تقرير صحيفة العربي الجديد، وكما أشرنا بأنه جاء بعنوان النفط لا يغيث فقراء العراق وتحذيرات من ثورة جياع. جاء فيه: لم تمنع ثروات النفط من انهيار الوضع المالي في العراق الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر، بينما أقدمت الحكومة قبل أشهر قليلة على خفض قيمة الدينار بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي، ما تسبب في تفاقم معاناة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل. ليحذر خبراء اقتصاديون من أن البلد قد يشهد ثورة جياع في ظل الأوضاع الحالية. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، فضل أبو عمر. أبو عمر من بغداد، السلام عليكم. بنات الرافدين البطل. وعليكم السلام، كل عام وانت بخير ورمضان كريم عليك يا رب. كريم عليك استاذ عمر ولقناه الرافدين ولجميع الشعب. الله يتقبل الطاعات منكم يا رب. نعم نعم ابو عمر، قبل اسبوعين الكاظمي رئيس الحكومه وجه وزاره الداخليه والامن الوطني بمراقبه اسعار السلع وتعهد ب ضبط هذا الموضوع، ولكن احنا دا نشوف والناس دا تشكو من غلاء الاسعار واحنا باشر رمضان. تدري انت جائحه كورونا والناس اغلبها قاعده بلا شغل. نعم. يعني ما معقوله هذه المليارات بالعراق ما تقدر تساعد المواطن العراقي لمده شهر، اللي هو استحقاق اقل استحقاق هو البطاقه التموينيه التي تسرق في وضح النهار منذ سنوات تسرق هذه البطاقه. يعني حتى نعم. في شهر رمضان تلقاهم ما شاء الله لو يروحون نعم. عمره لو يروحون حاج في ياخذون حتى حصص الناس المستحقه للحج والعمره ما يقدرون يوفرون هذه البطاقه التموينيه، وبنفس الوقت ما يقدرون يضبطون اسعار السلع الغذائيه. بالنسبة وضع العراق من 2003 ولحد الآن، يعني هاي الحكومات المتعاقبة في حكمة العراق في زمن المالكي والشعب العراقي ب 2011 من طلع ضد حكومة المالكي وخروجه يعني من يعني المرحلة الثانية من حكمه، فطلع الشعب كلكم وكل العراق يدري. ففي وقتها يعني طالب الشعب العراقي إسقاط هاي الحكومة وتغيير هاي الحكومة، لأنه كل شيء ما متوفرة في زمنه، يعني بطاقة تموينية أيضا طالب بها وطالب بتعيينات طالب وظائف. لكن في ذاك الوقت أستاذ عمر كل العراق يتذكرها اللي قام بها وقتها مقتدى الصدر، قال سوف أحسن هاي البطاقة التموينية، وطلب من الشعب العراقي أو المتظاهرين يعني ست شهور في سبيل أنه يرجع لبطاقة وتحسين هاي البطاقة التموينية. إحنا نقول التيار الصدري وين جميعهم كلهم، إذا كان الشعب العراقي اللي هم يدامون نسبة البطاقة التموينية اللي في زمن بلدين وتعج قال سوف تتحسن من حكومة المالكي ويراد لها وقت وتحسين هاي البطاقة، يعني تغيير صرنا الناس من سنين وقت 2011 يعني ما قدمت للحكومة لا مقتدى الصدر واصل بهاي يعني الأمور اللي تهمل الشعب العراقي، واللي دائما هو الواجهة الأولى دائما الإصلاح والشعب العراقي دائما يحب، لأن وينهم من هذا أو باقي الناس اللي موجودة بالحكومة اللي قاعد هذا الشعب العراقي البائس اللي قاعد يعاني يعني من 2003 لا بطاقة تموينية، سجناء عندنا من السجون، نازحين، كل هاي الأمور اللي قاعد يتأذى بيها الشعب العراقي. لمتى يوصل؟ لمتى؟ اللي قاعد يظهر يدخلونه زي أبو عمر. أنت كمواطن عراقي أبو نعم. عمر أنت كمواطن عراقي من العاصمة بغداد، هل تقتنع نعم. بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي بيده كل السلطات التنفيذية غير قادر على توفير البطاقة التموينية في شهر رمضان، على الأقل في شهر رمضان للمواطن العراقي؟ أستاذ عمر هل يعقل؟ بالنسبة هم يقدرون يسون، بس حكومة الكاظمية وحكومة الأحزاب اللي صل سلطتها العراق ما تسوي شيء، فد مبادرة للشعب العراقي ما قاعد تقدر تفرحه. يعني لو رجعنا لورا بس قبل 2003 كانت البطاقة التموينية في شهر رمضان يعني كانت توزع في حكومة سابقة،
يعني من الدجاج واللحم وباقي الامور زيادات، يعني تفرح الشعب العراقي، تفرح الناس الفقراء. للاسف يعني هسه هذا رمضان وقبل يعني 14 سنه في حكومات المتعاقبه، يعني تقدر يعني ما معقول انه خساره للشعب العراقي تقدر توفر له يعني فد خلي فد دجاجه على الكل بطاقه تطيله كل نفر، او الحصه يوميه تطيله الزيت بدل بطل تطيله فد بطلين، التمن الرز تطيله، يعني ما معقوله ما معقوله استاذ عمر، يعني حكومه بيأكمل وارداته ما بماذا تفسره ابو عمر؟ شو تفسر هذا الموضوع؟ استاذ والله بالنسبه كاحنا مواطنين عراقيين واللي شفناه من هذه نقدر نفسر حقدهم على الشعب العراقي وكراهيتهم، ليه يقول لا من البرلمان لا من النواب ما يقولون احنا نحب الشعب العراقي؟ لو كانوا يهمهم الشعب العراقي ويحبوه، الان الشعب العراقي ما قاعد يتظاهر ولا قاعد يطالب شيء، على الاقل لا تسكتون الشعب العراقي هذا المسكين، اعطوا حصه تموينيه، يعني هذا من حق المواطن العراقي. مين غلاء عطاله بطاله، اذا طلب قتلوه، اذا حكي حكايه استاذ عمر قتلوه. انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. معنا اتصال ام صفاء من كركوك. ام صفاء كل عام وانت بخير، رمضان كريم عليكم يا رب. انت بألف خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بيك. يا اخي عمر احنا نريد من هالحكومة على هالمساجين، والله عندي وليد عسكري كان ومن نعم. بالموصل كان يداوه ومنهزمنا هي على كركوك وسكننا بكركوك، ومن 2016 هم اخذوه أخذوا البيش مرق، أخذوا الأشايد من كركوك اختفوا بالوحدة بالليل من البيت. يا أخي وهم لحد الآن إحنا ما نعرف عنه كل شيء، ما خلينا جهة وما رحنا عليها وماكو غير هالدولة تسوي لنا. إيش قد عمره أم صفاء؟ والله مواليد 92 بعد جاهل، واليوم 5 سنين هو ما نعرف وين ودوه. نعم الأكراد أخذوا القوات الكردية. الأخذوا الأكراد، وحاني عربية أنا من الحويدة. نعم. وأخذوا من كركوك، إحنا هي تهجرنا على كركوك، ومن هين جو أخذوا بالوحدة بالليل من البيت أخذوا، ما نعرف على أي سبب على أي شيء على أي، حتى مستمسك ما أخذوا المستمسكات عندي. وما أخذوا لكل شيء، يعني الأكراد هم جهة وحكومة جهة. يعني اول لو انه عنده شيء الحكومه تجي تاخذه من عندي. انت مو حكومه، انت ليش تاخذه وليش تاخذ؟ زين ما راجعتوا شرطه داخليه دفاع؟ والله ما خلينا لا ربيل لا سليمانيه لا خلينا. نسال يقولوا لنا ما وشتينا ناس قالوا في الملفه هي انخطفت من كركوك، اخذوها من كركوك، هسه شتينا ناس ما حد يعرف ابن وانا خذوه. نعم يعني اريد الدوله تسوي لنا حال، تسوي لنا هسه خلهم يحولونهم على بغداد، يحولونهم على المركزيه، خلا تقتلهم. نعم احنا بس نريد حل لنا، نريد حل نشوف لنا صوره حل، ميتين طيبين ينطونا اياهم، نريد ولدنا من الدوله. نعم الله يفرج عن كل بريء يا رب، الله يعينكم أم صفاء من كركوك. إن شاء الله نعم. بجاه رمضان احنا نريد على كل المسلمين، واحنا حتى الجوع خلوا يقتلنا، احنا نريد واليد، احنا الجوع ذا جايزين انه. نعم الله يعينكم، وهذه مناشدنا، الله يعين الجميع ان شاء الله الله يفرج عن كل بريء. أم صفاء من كركوك كانت معنا. أبو محمد من بغداد، تفضل ابو محمد. كل عام وانت بخير، رمضان كريم. ابو محمد تسمعني؟ ايه تفضل ابو محمد. رمضان كريم علينا وعليك يا رب، الله يتقبل. امين يا رب. الله يسلمك. انا بالنسبه لي انا راتب 250,000. نعم استلم راتب 250,000 تقاعد لو راتب لا راتب مال موظف. نعم وين تابع ليا وزارة موظف بيا وزارة؟ وزارة الشباب الرياضة. وين؟ وزارة الشباب الرياضة. بالشباب والرياضة. نعم
250,000، ال 250,000 البطل بيعت ب 3000 دينار. راتي الدين بطاقة تموينية ماكو. كل 10 ايام اشتري كيس طحين وانا برقب كيس منه ثلاث. خلاص؟ ال 250 يعني منين اجيبه؟ شركتي كيس الحليب المدهش هو صار ب 4000 دينار. نعم. والاسعار كلها غاليه، يعني طماطم صندوق الطماطم الكيلو ب 1000 دينار، يعني تحسب صندوق ال 10 كيلوات ب 10000 دينار. نعم. وهاي يعني 250 حتى ال 250,000 ما تكفيني، وبركبتي اتمنى ترى. ووجبه معكم بالسنه يعني كلها استلم كيس كيس طحين و22 كيلو شيف كاتبين. زين ابو محمد، انت من تروح تاخذ ال- 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 الوجبه الغذائيه من الوكيل والوجبه صار لها سنوات، شهر يستلم المواطن وست اشهر ماكو، الوكيل شو يقول لكم؟ ماكو. يعني وزارة التجارة ما عندها تشتري مواد غذائية ولا شنو؟ الوكيل اذا يجيب تمن احنا ندفع فلوس كاملة. اذا يجيب زيتات هالمرة طن الزيتات لازم نعطي فلوس كاملة. يجي طحين ادفع فلوس الخوف كاملة ادفع. واحنا ما نريد يعني زيتات لو هاي تجي الاسكارات هم تدفع فلوس وجبه كامله. قلنا يابا مو هيك، يقولوا والله روح حاجه الحكومه. نعم. أعانك الله وفرج عنك وعن جميع العراقيين يا رب، والله مأساة. أنا أشكرك أبو محمد. معنا اتصال أبو سهاد من بابل، تفضل أبو سهاد. أبو سهاد تسمعني؟ شو كيفك؟ هلا وعيني، كل عام أنت بخير، رمضان كريم. علينا وعليكم حياك الله. آمين يا رب، علينا وعليكم يا رب. بالنسبة إلى رفع الدولار. نعم. اللي عنده غيرة على بلده يرفع قيمة الدينار العراقي، مو يقلل قيمة الدينار العراقي. نعم. تعرف قيمة الدينار كانت 3 دولارات و30 سنت. يعني بالنسبة لذول اللي يقولون على أساس يريدون ينفعون العراق بهذا الرفع، هذا بالعكس دمروا الشعب العراقي بالكامل. يعني غلاء الأسعار هم من يريدون يقللون الأسعار بالسوق، هم زيدوا الأسعار، هم اللي زيدوا الدولار زيدوا الأسعار. متعمدين متعمدين، هذا كله تعمد. يعني بالنسبة للي وقعوا واللي وافقوا على رفع الدولار كلهم مساهمين في إذلال الشعب العراقي. نعم. نعم. أنت برأيك أبو سهاد، يعني أنت تحدثت عن هذا الموضوع، هم برروا في وقتها قال لك والله مو إحنا عندنا عجز بالموازنة، وطبعا المتضرر الأول والأخير هو المواطن، عجز بالموازنة. نعم. زين اليوم صار نعم. أكثر صار حوالي شهرين، أكثر من شهرين، ثلاثة أشهر ارتفعت أسعار النفط وظلت الموازنة على وضعية السعر القديم. شنو حجة الحكومة؟ احنا في هذا شهر رمضان باشر ان شاء الله اول يوم صيام، معقوله هم ما تقدر توفر الحكومه البطاقه التموينيه للمواطن حتى على الاقل يعني شويه تخفف عن كاهل الفقير، تخفف عن كاهل المواطن؟ تدري اليوم الناس قاعده لا شغل ولا عمل بسبب كورونا. هم كلهم لو عندهم روح مواطنه، نعم، لو عندهم روح مواطنه كان قدروا يسوون اللي ينفع الشعب، بس روح مواطنة ما عندهم. الله عندهم كل الإمكانية. نعم. يعني هم بالنسبة لهم هسه شوف اتقرضوا على مود حتى يتقاسمون الموازنة بيناتهم كحصص للأحزاب، كحصص للوزارات، للوزارات تابعة للأحزاب، فهذه كلها مدروسة لمصالحهم الشخصية، ما لهم علاقة بالعراق.
لأنه كل واحد عنده جنسيتين ثلاث جناسي، ما يهم العراق ولا يهم العراقيين، يهمهم البلد اللي راح يروحوا له، لأن عوائلهم يسكنون برا. الله المعين، الله المعين، الله يحفظكم. الله المعين وحياك الله. كل عام وانتم بخير. أبو سهاد من باب الكنا معنا. أمنا من الموصل، أمنا السلام عليكم. أمنا شلونك أستاذ؟ اهلا وسهلا بيش، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. رمضان علينا وعليكم جميعا. امين يا رب ان شاء الله. الله يتقبل الطاعات. استاذي العزيز، اريد اناشد قناتكم الموقره تفضل صوت الحق. اريد اناشد على اخويا، اخويا معتقل من 2017، علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي. نعم. اناشد قناتكم الموقره صوت الحق. انا ما خليت لا مكان، لا خليت محامين، لا قضاة. كل مرة على بغداد يأجلوني 15,000 مرة، أنا مقدم إعادة محاكمة ويرفضونه. والله أخويا ما عنده شيء. من 2017 جاء أخويا منكسر يشتغل على خط بغداد. مرة قالت لي بابا هذا وصل هاي الأمانة لبغداد، وانطق الرقم. أخويا وصل بغداد هناك، اتصل على هذا الرقم فما جاء هذا الرجال. هو راح يستلم راتب التقاعد مال والدتي، رجع أشو جو يعني رجاجين لابسين أمني يعني دوب مدني. فقالوا وين صدام؟ قال لهم أنا صدام. أخذوا أخويا 4 أشهر بالتعذيب. كل ما يفوت لي قاضي سيال يقول له حضرة القاضي أنا ما لي علاقة، والله هاي المرة انطقني هذه، طلعت هذا يعني الضرب بها وياك ما داعشي. وأخويا يقول له القاضي سيال حضرة القاضي، والله العظيم أنا ما لي علاقة بهذا الشخص. أنا حتى عندي شواهد بالسيارة، 4 موجودين يستلمون تقاعد وقت الدواعش يعني راحوا، يعني ما كانوا يستلمون من الموصل، يستلمون من بغداد. ورقم احنا منطين شهيد ومتبهدلين. ما خليت وحدة جميلي على القضاة، ما خليت مكان، ما خليت يرفضون. والله قعدنا على الحديد ايش قد ما انطينا على متطلع اخويا مد. القاضي اصدر بحقك 15 سنة بريء لا ماكل ولا. ايش قد حكم القاضي؟ 15 سنة. نعم 15 سنة بتهمة الإرهاب. والله المحاكم يقول لي أقواله متطابقة ويا أقوال هذا الشخص طبعا. يا أخوي أنا لو ما بري أنا ما طالب به. نعم 15 سنة. يا سيدي أنا لو أخوي بري أطالب، يعني لو ما أخوي بري ما طالب به، لو عندي شيء ما أطالب. بس بالله الكريم، بالله الكريم ما عنده كل شيء. من التشتل هسه ده حق التعذيب اللي عنده هسه حاليا، حتى لجنة طبية ما يقبل يسووا لي هسه التعذيب اللي يعني بي شيء ما اقدر اقول لك عليها. هاي 4 سنين هو مسجون التعذيب لحد الاثار به. ثاني انا اشهد قناتكم على الحق، توصلني الله يرضى عليك، الله يستر عليك، والله ما خلينا شيء ما بعده. واخويا راح يجي يعني لا باكل ولا شارب. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يعينكم، الله يرضى عليك. هاي ثاني مرة أنا هم أخبر عليكم. نعم. الدنيا على طريق آخر أخويا، الله يرضى عليك. ما سويت استئناف أمنا. كنت ببغداد ما خليت المحاكم. سويت استئناف. رفض رفض ليش بابا رفض ليش؟ أخوي لو عندي شيء أنا ما أصل بغداد ولا تابع به. وأنا جاي على الله وعليكم تساعدوني بهي الشغلة. سويت استئناف أمنا. والله قلت لك المعامل أنا المشكلة يعني سينا ما أعرف، أنا بطع المحاكم حتى ما يجاكل علي. والله أخويا بري، والله العظيم بري. رقم أخويا ده حق نفسه أستاذ مسجون، الدواعش خلوا عبوه بسيارته وانفجرت علي وعلى أختي استشهد وعندي إثبات. يعني هو الأخويا شيء ده خلي يخبرون على المنطقة، يا بهذا الولد عنده شيء المنطقة حتى يعني من الأمن الوطني نفسه هو الشتم المختار قال أنا بنفسي أجي على بغداد أبريه. هذا الولد بحياته أخويا ما مسجون، هاي أول مرة يسجن. وأنا جاي على الله وعليكم تأخذوني يا أخويا، الله يرضى عليكم. نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله قصص. تقولي شو أسوي؟ تقولي والله بعد أعرف شو أسوي. أخويا راح بيها والله. نعم. أعانكم الله، نسأل الله أن يفرج عن كل بريء يا رب. إن شاء الله صوتك ينسمع يا رب. أنا أشكرك أمنا من الموصل كانت معنا وقصة مأساوية أخرى معنا. اتصال آخر، أبو العبد من التاجي. تفضل أبو العبد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. علينا وعليكم إن شاء الله. يا رب. شلون أخوي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك ويخليك، تفضل. والله احنا على بسمع على موضوع هاي الحصة التموينية. نعم. الحصة التموينية استفد بها رئيس الوزراء على كات
وعلى اساس احنا راح نجيب لكم حصه تنظيميه. اخر شيء يقولنا بالله عليك يعني صحيح رديء يعني ما يمكن ابد يعني سيارة ليش يعني ليش؟ نعم يعني احنا شنو سوينا بس بدي اعرف احنا مسويين جريمه لل يعني والله ما ادري احنا مو بلاد دوله نعم يعني خيرات العراق بس من البرلمانيين وغيرهم يعني لو خيرات العراق للعراق يعني احنا شاسر دائما كثير قبل يعطي الطاغيه اللي يقولون احنا الطاغيه 14 مفرده حتى انتم جايين في واحده من عنده انتونا عندي كون 10 مفردات ما ادري اكثر يعني ما يصير يعني يبطل جيش على الدنيا نعم يعني ما احنا مراقبه يعني بهاي يعني والله ما اعرف يعني واحد شفته شفت احتمال والله يعني 24 ساعه بيشتغل يعني طالع عليك 10000 دولار مرتب عليك الطريق لو ما ادري شنو صار انا يعني شلون الموت بس ما ادري والله ما ادري شلون والله العظيم ملينا ومليانة حتى حياتنا مليناها نعم يعني حتى يعني ترى انت جاد جيت انا اتكفل بحصة المواطن اربع اشهر زين وينها؟ مو على اساس يوزعون تم العنبر مو على اساس يوزعون تم العنبر برمضان وزارة التجارة انطونا تم العنبر الله وكيلك كل حصي نعم حصوا فيه الايماج ما ادري شنو اللي يعني هم ارجع لنا اياها يعني احنا حصتنا يعني حصتنا حصتنا يعني احنا ما رايحين احد حصت هذا البلد كله يعني هذا يعني اقول لك انه هو بس الواحد من كل الشعب نعم والله ما ادري يعني واحد ما ادري والله ما ادري يلا الحين دكتور الله يعينكم ابو العبد من التاجي كان معنا ابو محمد من السليمانيه تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله رمضان كريم كل عام وانت بخير يا رب علينا وعليكم ان شاء الله امين امين يا رب تفضل يا ابو محمد استاذ اولا انا شكرك واشكر الكادر جميعا واشكر قناتكم الموقره الله يسلمك ويخليك استاذ شوي اريد اعقب على منفصل انفصل يعني غير هاي الحلقه. عامر من بغداد من اخوان الحشد. نعم. يعني يقول لك انا منتسب يعني فانفصلت انا بكم والوقت قصير فاعتذر من عندي المخرج وسديته. وهو يقول لك يعني اعتذر يقول لك يعني شو مسوين انتم تعرفون على حشد؟ احنا ما نحكي على حشد. ما انا حكى الحشد. الحشد ما خلى وما خلى علينا الحشد. اخذ حلالنا واخذ مالنا واخذ اعراضنا وخلانا بخيم هايتين. يعني شو يريد ياخذ اكثر من هذا؟ يعني انا عبالي يعني يسمعني هو فعثر على ان شاء الله عامر من بغداد ان شاء الله يسمعني. يعني هو ما خلى شيء علينا. احنا 5000 نسمه كل شخص يملك اظن يعني 10 ملايين 15 مليون حلال وين راح؟ نعم الحكومه خزنتها لحين ما يردون النازحين كل من 1000 هنيه من اخذهم؟ اخذنا الحشد بينه وبينك هذا رمضان تصوير عندنا شلون يقودون به جنود محاوطته ويقودون به ب 3000 هاشه ها وين راحن؟ احد رجح لنا بيوتنا من هدمهم؟ من هدمهم؟ الدواعش؟ والله ما هدمون هم قسما بهذا صحيح والله ذبحوه والعسكري ما اعلن توبه ذبحوه وسووا يا ما سووا. ها بيا منطقه تحكي عنها ابو محمد؟ صلاح الدين ناحيه يثرب. نعم نعم. اي نعم استاذ العزيز يعني هم ايش خلوا؟ ما خلوا شيء يعني ينتفع وانتم يعني بادروا يعني حرروا المنطقه بس يا تحرير بهمد بحرق بوق بنهب يعني شايف من اجي اريد انظف بيتك وابوقه هكذا نعم فيستاذ يعني هذا الشيء يعني انت مو حررت
خلي بيتي مقفول وخلي حلالي ورجعني بنفس الدقيقة. أنت مو بالحشد، أنت مو صاحب طيرة، رجعني بنفس الدقيقة قاعد ببيتي، طلعت الدواعش رجعني يعني بريء، قاعدني ببيتي. يا صار سبع سنين ما جلني بالخيم، شو مسوي؟ شو هاني الداعش ذاك مرتاح وإلى راتب من الحكومة، وأني البريء والله أنا لو صايرين دواعش أحسن مني، كان حسبت لنا راتب بس شفنا أبرياء. نعم أستاذ العزيز، يعني أريد أسألك بالله، وبهذا الشهر رمضان الداعش يخش 15 يوم أقل يطلع من السجن، ليش؟ ليش أستاذ؟ يعني هسه يعني غير أنت تذبحه تحكمه تعدمه، شو 15 يوم ولا النجاة علينا؟ لا على ليش أنا بخليني هنا بلخية ما صار 7 سنين؟ ليش؟ نعم فوالله يعني الشكوى لله ثم لكم. والناشد محافظ صلاح الدين، محافظ صلاح الدين خليفة عيننا بشغلنا، والله ملينا أستاذ. أنا أكثر من مرة شارك بالبرنامج مالكم وماكو غير الله وأنتو، يعني ما عندنا إداعة يعني نتصل بيه غير بس أنتو، نتصل بيكم وننطي أمنا نسأل الله أن يفرج عنكم وإن شاء الله ترجعون إلى دياركم سالمين غانمين. معنا اتصال أبو حيدر من التاجي، تفضل أبو حيدر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام أنت بخير. شلونك أخي العزيز؟ رمضان كريم عليكم يا أخي. هي الحكومة، هي الحكومة شو مسوية؟ شو مسوية للشعب العراقي؟ شو مسوية للمواطنين الحكومة؟ نعم شو اللي مسويته؟ شو اللي مقدمته؟ شو هاي هم ضربوا رواتب 40 مليون و 50 مليون والفقير واقع بيها، باكيت سجاير ما يقدر يشتري. نعم باكيت ما يقدر يشتري المواطن. زين انا 22 نفر ولا راتب رعايه ولا تعيين ولا كل شيء، وكلاتي تروح على على الوكيل يقول لك والله النفر 1000 ونص. زين النفر 1000 ونص شمنطيك تجاه انت تستثمر. الوكيل يتحاكي يقول لك هذا انا اخذ 1000 ونص من عندك، اكو خذها مقطع انا اخذ النفر 1000 ونص. نعم وكل شيء لا تمل لا شكر لا طحين، كل 5-6 شهور والله تعطيه والوكيل يرمونك نفر 1000 ونص. يعني تروح تسوق لك والله تروح تسوق عائلتك وهم يضربون بهالملايين اللي ياخذونها والفقير قاعد بيها. نعم وانا اشكرك ورحم الله والديك. والديك انا اشكرك. معنا اتصال ابو شيماء من بغداد، تفضل ابو شيماء. كل عام انت بخير، رمضان كريم. كل عام انت بخير، الله يسعدك. اهلا بيك حبيبي، الله يسلمك. الله يسعدك يا اهلا بيك، رمضان كريم علينا وعليك يا رب. عليك رحم الله والديك. والديك اسمعني زين. الو اسمعك عيني تفضل. يا عيني اسمعك تفضل. الو اسمعك. الو اسمعك. عليك علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. استاذ عمر بالنسبه لي طبعا من طير على هاي المره الله يعطيه الصحه والعافيه. نعم. والله لو عندي مجال انا يعني لو تجي لبغداد انا اقوم وياها راجع والله لانها عراقيه، يعني هذه انقهرت عليها بصراحه. والله والنعم منك لانها هم عراقيه وهم اختها هاي مو تمام. نعم وبين الاخ سماتين من الكركوك فهذول كلهم اخواننا. يعني انا بالنسبه انا شو صار تشيلك ويا كان ما الحمد لله يعني ما فرق بين الشيخ وسنان الشيخ بس انا قارت عليه لان نحن اخواتي وبيات يعني ولدهم مظلومين. الله يبارك فيك. فانت ولو عندي مجال والله لو انه يجيني نعم اقوم وياهن وروحاهن وساعدين وكل شيء يريد له. انا تبرع من عندي يعني كمواطن عادي. الله يبارك فيك ويكثر من امثالك يا رب. اي والله فالمفروض استاذ عمر يعني هاي الظاهر لانه قبل شوي تحدث. الو اسمعك والله اسمعك. نعم ابو شيماء من بغداد بارك الله بيك وكثر الله من امثالك. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، خلونا نقرا بعض الرسائل. يقول فيها ابو حاتم من الموصل، ابو حاتم مصر انه يرسل رسائل طويله. يقول شهر رمضان مبارك. يقول على
الحكومة أن يحذو حذو المستشارة الألمانية ميركل. كل عام وانت بخير أبو حاتم، أرجو إرسال رسالة واحدة. أخي عمر يقول أين دور وزير التجارة حول ارتفاع الأسعار؟ لو في دولة أخرى رموه بالأحذية. أخوك أبو راشد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم الصيام والقيام، في أمان الله.